السيسي يؤكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع السودان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. شكري يؤكد استعداد الدول الأربع لإنهاء أزمتها مع قطر إذا غيرت الدوحة سياساتها. روسيا تؤكد التزامها بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وخلال استقباله وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، أكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية. كما أشار الرئيس في ذات السياق إلى أهمية الاستمرار في دعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي. أكد وزير الخارجية سامح شكري استعداد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى إنهاء مقاطعتها لقطر في حال عدلت الدوحة عن سياسة التدخل في شؤون الغير ودعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. وفي حوار لجريدة النهار الكويتية، أكد وزير الخارجية أن مصر مستعدة لإعادة العلاقات مع تركيا إلى حالة العلاقات الطبيعية إذا ما امتثلت أنقرة إلى القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول حول العالم. وصفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي التقرير الصادر حول مؤسسة 57357 بأنه متوازن، وأشار إلى عدد من المخالفات التي تمت مطالبة المؤسسة بتصويبها. وفي تصريحات خاصة لإكس نيوز، كشفت والي أن التقرير رد على كل ما أثير حول المؤسسة، واشترك في إعداده عدد من الوزارات والجهات الرقابية، واستغرق إعداده نحو 5 أشهر، وتم التحقيق من سلامة المعاملة المالية والإدارية للمستشفى خلال السنوات الخمس الماضية. وصل إلى العاصمة السويدية ستوكهولم وفد الحوثيين المشارك في محادثات السلام اليمنية والتي ترعاها الأمم المتحدة. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث رافق وفد الحوثيين أثناء مغادرتهم العاصمة اليمنية صنعاء على متن طائرة كويتية. وأكد مسؤول في الرئاسة اليمنية في وقت سابق أن الوفد الحكومي جاهز، ولكنه لن يتوجه إلى السويد إلا بعد التأكد من وصول الوفد الحوثي. أعلنت واشنطن أنها تعلق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى في غضون 60 يوما إن لم تلتزم موسكو بمسؤوليتها، فيما أكدت الخارجية الروسية التزام موسكو الصارم بالمعاهدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ملتزمة بالمعاهدة والجانب الأمريكي على علم بذلك. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. إلى اللقاء.